انطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته 10 حتى 22 من فبراير الجاري بمحافظة أسوان ومدينة أبو سمبل. تشارك في هذا المهرجان هذا العام 11 فرقة من فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، كما تشارك 10 من الفرق العربية والأجنبية. ولمزيد من المتابعة مشاهدينا تنضم إلينا الآن مراسلة إكسترا نيوز ميرنا عادل. أهلا بك يا ميرنا في هذه النشرة، يعني لو تطلعينا على آخر المستجدات لديك وأهم الفعاليات. تحياتي مدى، تحياتي كل مشاهدي شاشة إكسترا نيوز. بالفعل تستضيف مدينة الدهب محافظة أسوان الساحرة هذا الحدث الهام، مهرجان الثقافة والفنون في أسوان. هذا المهرجان الذي يقام في دورته 10 ويقام كل عام تزامنا مع تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل. هذا الحدث التاريخي الذي ينتظره العالم أجمع والذي يحدث مرتين فقط في العام، في 22 من فبراير والثاني من 22 من أكتوبر. فهذا الحدث الهام يتزامن معه دائما مهرجان الثقافة والفنون بمحافظة أسوان. دعونا نتحدث الآن ونحن نتحدث مع حضراتكم في محافظة أسوان. الآن هو الحفل الافتتاحي لهذا المهرجان الذي شارك به ما يزيد عن 21 فرقة من مختلف الفرق، إن كانت الفرق الشعبية المصرية 11 فرقة شعبية مصرية وأيضا 10 فرق من الفرق العربية والدولية. دعونا نتحدث يعني العروض داخل الحفلة الافتتاحية، كانت عروض مبهرة للغاية، عروض فلكلورية، كل محافظة أظهرت ما لديها من فلكلور وأزياء خاصة بها، كما أيضا الأغنيات التي تميز كل محافظة عن الأخرى. كذلك أيضا كل دولة عرضت فلكلورها الخاص بها وأزيائها، وكذلك أيضا الأغاني التي يعني تميز كل دولة عن الأخرى. دعونا نتحدث ما هي الفرق المشاركة في هذا المهرجان. من داخل مصر يوجد 11 فرقة مشاركة، وهم مطروح والعريش وسوهاج وفرقة الحرية وفرقة قنا والأقصر وأسوان وبورسعيد والشرقية والإسماعيلية، كذلك فرقة تشكى. أما عن الفرق الدولية هناك مشاركة من 10 فرق وهم سريلانكا ورومانيا وبولندا وكوريا الجنوبية والمكسيك وسلوفيكيا وأندونيسيا واليونان والفلوجة الفلسطينية. جدير بالذكر أن حفل الافتتاح سبقه في صباح الغد ديفيلي في نهر النيل في منظر بديع ما بين المراكب المختلفة والعروض المستمرة على العروض المفتوحة بنهر النيل، كان المنظر رائع للغاية. هذه الفعاليات بالطبع ستستمر طوال 7 أيام وتختتم في أبو سمبل مع تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني. تتحدث أيضا أن محافظة أسوان تلقى إقبالا كثيفا ويعني نسبة إشغال عالية جدا، وذلك نظرا لهذا الحدث الهام وأيضا الجو البديع الذي يتواجد في محافظة أسوان هذا التوقيت من العام. وجاءت هذه الاحتفالات أيضا لتضفي جوا من الثقافة والفولكلور المصري وأيضا التبادل الثقافي فيما بين مصر ومختلف الدول المشاركة، تضفي أيضا أجواء احتفالية للغاية على هذا الحدث التاريخي الهام. لذلك تلقى هذه الاحتفالات أيضا الحفلة الافتتاحية الذي أتواجد في مع حضراتكم الآن إقبالا كثيفا من السياح ومن مختلف الزوار، وهذه كل التفاصيل بالطبع نتواجد مع حضراتكم في كل الخدمات الإخبارية نطلعكم على كل ما هو جديد. وبالعودة إليك مدى. نعم، ونحن متواصلون معك على مدار نشرتنا، نشكرك جزيل الشكر ميرنا عادل مراسلة إكسترا نيوز، كنت معنا عبر الهاتف من أسوان، شكرا جزيلا لك.